اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، شكرا لك. السلام عليكم متابعينا الكرام، يوم جديد وفيديو جديد، وهنتكلم عن عنصر مهم في حياة النبات وهو الكالسيوم. اللي قدامنا ده نترات كالسيوم. قبل ما نتكلم عن نترات الكالسيوم عايزين نقول حاجة بس معينة، ان اي اعراض نقص بتظهر على الثمار زي عفن الطرف الزهري، الثمرة المصابة ما بتتعالجش. يعني الناس اللي فاكرة انك لما ترش الاصابة هتختفي، لا، انت بتجمع الثمرة المصابة وانت بترش او بتدي سماد كالسيوم عشان خاطر ما يحصلش عندك اصابة في باقي النبات او توقف او ان عملية الاصابة دي تقف. يبقى احنا بنرش عشان نعالج او نقي او تكون وقاية للثمرات الباقية او العقد الباقي او العقد اللي هيجي. انما اللي اتصاب اتصاب خلاص، ده بيتجمع وبتطلعه بره البيت بتاعك او بتطلعه بره الارض بتاعتك. طيب هنتكلم بقى عن الكالسيوم. الكالسيوم ده احنا عارفين ان هو من العناصر الضرورية الكبرى اللي بيحتاجها النبات، وتمتص على صورة شحنات موجبة CA2، وان الكالسيوم ده بطيء الحركة او مقيد، ان هو ما بيتحركش من الاوراق المسنة للاوراق الحديثة، وحركته بطيئة جدا وامتصاصه بيكون بطيء، فبالتالي في مشاكل بتواجهنا. لو المشاكل دي ظهرت الكالسيوم بتاعنا ما بيمتصش. طيب هنتكلم عن بعض الحاجات اللي الكالسيوم بيدخل في تكوينها او له دور في او له دور فيها او ان هو بيكون مسؤول عنها. زي ايه مثلا؟ الكالسيوم ده بيدخل في تكوين هيكل النسيج النبات، لانه بيوجد في صوره بكتات كالسيوم في الجذور بتاعت الخلايا دي، وعشان كده بيكون هو مسؤول عن الصلابه. يعني بتلاقي الثمره بتاعتك او العقد بتاعك قوي كده او صلب، اعرف ان الكالسيوم بتاعك مظبوط. انما لو ضعيف ولين كده، اعرف ان الكالسيوم بتاعك فيه نقص، وبالتالي بيكون الثمره بعد كده بتتحمل التخزين وبتتحمل بعض الامراض البكتيريه والفطريه. تمام. وبرضه الكالسيوم بيدخل في تقليل السميه. بيقلل سميه ايه؟ سميه ايه؟ في بعض العناصر غير العضويه زي الصوديوم والمغنيسيوم بتتجمع بكميات سامه، لو اتجمعت بتتجمع بكميات سامه، فالكالسيوم ده بيعمل على معادله وترسيب الاحماض العضويه الزايده الناتجه من عمليه التمثيل، التمثيل الغذائي او التمثيل الضوئي. تمام. طيب برضه ضروري لانقسام الخلايا، الخلايا بتاعت النبات اللي هي مسؤوله عن النمو والاستطاله، بيدخل في الانقسام دوت، ودي ضروري لان علشان خاطر يحصل عندك نموات حديث. طيب برضه الكالسيوم له دور كبير في عمليه التلقيح والاخصاب، التلقيح والاخصاب في الفلفل زي كده، لو عندك تشوه في الثمار زي كده، فاعرف ان ده ممكن يكون نقص كالسيوم، او ان التلقيح والاخصاب حصل في ارتفاع في حصل في وقت كان ارتفاع الحراره فيه شديد، او ان كان في رطوبه شديده ففشلت عمليه التلقيح وبيحصل بعد كده تشوه الثمار. ده فشل عمليه التلقيح اللي هو الكالسيوم بيدخل فيها. برضو الكالسيوم له دور مهم او دور كبير في تقليل انفصال العقد عن الساق او الزهره، الثمره بتاعتنا دي. الكالسيوم لو ضعيف وانت بتتحرك اي حركه كده، لو العامل بيرش والرشاش كان شديد، الثمره دي هتقع. العامل بيلف الفلفل او بيقلم الفلفل وخبطها كده، الثمره دي هتقع، فده يدل على ان عندك نقص كالسيوم. طيب عايزين نتكلم عن اعراض نقص الكالسيوم. عندنا اعراض نقص الكالسيوم زي ما احنا اتكلمنا ان الكالسيوم بطيء الحركه، وبالتالي اعراض نقصه بتظهر على النموات الحديثه. اول حاجه بتظهر ازاي؟ ان النموات دي بتكون لونها اصفر باهت مش باللون الطبيعي، طبعا احنا عندنا ده لونها طبيعي، وبتفضل الاوراق المسنه زي ما هي ما فيهاش اي مشاكل خالص وبس. وبرده بتظهر الاوراق ان هي بتلف لفوق كده على هيئه خطاف كده مع كده، دي برده من اعراض نقص الكالسيوم. وعندنا من اعراض نقص الكالسيوم برضو ان بتظهر بعض الامراض الفطريه، او بتظهر عندنا بعض المشاكل اللي هي بتظهر في صوره عفن طرف زهري، بيؤدي لانها بتظهر على هيئه عفن طرف زهري سواء في الطماطم او في الفلفل. وبتكون برضو في ان بالنسبه للعائله الصليبيه بيحصل عندنا احتراق في حواف الاوراق. طيب احنا عندنا في مشكلتين في الفلفل، لسعة الشمس وعفن الطرف الزهري. الفرق بينهم ان لسعة الشمس دي بقى بتكون كبيرة جدا او بتكبر مع الوقت، وان الجلد بتاعها بيكون ناشف بيتشبه بجلد الطبلة مشدود. اما عفن الطرف الزهري عبارة عن عفن اهو، عندنا عفن اهو
عفن اسمر. بالنسبه للطماطم بتلاقيها في قاعده الطماطم كلها ممسوحه كده ولونها اسمر او ذهبي غامق، وبعد كده بتنقل للون الاسمر. طيب الاصابه دي لما بتزيد بتلاقي في عفن جوه عندك في قلب الثمره من جوه. ده بالنسبه للفرق بين لسعه الشمس وعفن الطرف الزهري اللي هو مسؤول عنه نقص عنصر الكالسيوم. طيب في بعض الحاجات لو ما توفرتش لعنصر الكالسيوم مش هيمتص، لان احنا قلنا ان الكالسيوم بطيء الحركه، بطيء الحركه وما بيتحركش من الاوراق المسنه للاوراق الحديثه. زي ايه بقى؟ عندنا لو التربه بتاعتك القلويه بتاعتها او البي اتش اللي في التربه مرتفع او منخفض الكالسيوم مش هيمتص، او لو امتص هيمتص بصوره ضعيفه جدا. وعندنا برضو ثلاث عناصر لو موجودين في التربه بصوره كبيره الكالسيوم بتاعنا مش هيمتص، زي الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم، يؤدي لنقص الكالسيوم. وجودهم بكميه كبيره بيدل او بيؤدي الى نقص عنصر الكالسيوم. وعندنا برضو اختلاف درجات الحراره، او عندك الحراره عندك ارتفاع شديد وبعد كده بقت انخفاض مفاجئ بيقلل او بيمنع امتصاص الكالسيوم وبيظهر اعراض النقص. وعندك الرطوبه النسبيه للتربه، الفتره ما الرطوبه النسبيه للتربه، وعندك الرطوبه الارضيه، لو عندك الارض دي متشبعه بالميه جامد مش هيمتص عنصر الكالسيوم. دي كان بعض الحاجات عن عنصر الكالسيوم واهميته واعراض نقصه والعوامل اللي بتساعد على عدم امتصاصه او العوامل اللي بتقلل من امتصاصه. عشان خاطر انت بيجي المزارع او بيجي حد ما مش عارف بيقول لك انا بدي كالسيوم بكميات كبيره جدا ورغم ذلك الكالسيوم ما بيمتصش، او رغم ذلك عندي نقص كالسيوم، هنقول له راجع بعض العوامل اللي بتقلل من عمليه امتصاص الكالسيوم. يبقى لازم يكون عندك البي اتش بتاع التربه ممتاز او مناسب، ويكون مش عندك نسب كبيره من العناصر، او ما يكونش عندك زي التركيزات من الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وانك تكون مظبط الرطوبه بتاعتك والجو بتاعك يكون مناسب. لو الحاجات دي كلها اتوفرت بالتالي مش هيكون عندك اعراض نقص كالسيوم. طيب عندك الكالسيوم زي ما احنا قلنا ما بتنقلش من الاوراق المسنه للاوراق الحديثه. طيب احنا نعمل ايه؟ كل 15 يوم بنرش كالسيوم برون. البرون ده بيساعد على امتصاص عنصر الكالسيوم، ما تعتمدش على التسميد الارضي في الكالسيوم فقط، اشتغل على الكالسيوم مع برون او كالسيوم مع احماض امينيه وهكذا. لازم تساعد النبات على ان هو ما ياخدش غذائه كله من التربه، عشان ساعات بيكون في عندك مشاكل في الجذر، عندك ميه زياده بتخنق الجذر وبالتالي ما بيمتصش او ما بيشتغلش بصوره كويسه. وبكده احنا بنساعد النبات ان هو نديله غذائه من فوق ومن تحت شويه وشويه. وبرده بعض العناصر الصغرى مره كل 15 يوم ضروري جدا انك ترشها، طبعا مع الامراض الفطريه والامراض الحشريه. احنا دلوقتي كنا بنتكلم عن عنصر الكالسيوم وفوائده وبيدخل في تركيب ايه واعراض نقصه، وشرحنا اعراض نقصه ازاي بنعرفها، ان القمه الناميه بتكون صفراء والورق بيكون ملفوف وبيظهر بعض الامراض الفسيولوجيه او الفطريه او البكتيريه، ان هي عفن طرف زهري وحرقان في حواف اوراق العيله الصليبيه وهكذا، وللعوامل اللي بتقلل من امتصاصها او تمنع امتصاص عنصر الكالسيوم. نشوفكم في فيديو جديد، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.